أحسن الله إليكم شيخ. تقول سائلة من أبها: يوجد عندي نزيف حاد في لثة أسناني أحيانا، يأتي النزيف وأنا في الصلاة فأضطر إلى قطع صلاتي إلى أن يخف النزيف، فما حكم هذا العمل مأجورين؟ نعم، النزيف يقطع الوضوء أيضا، لا تصح الصلاة مع وجود النزيف إلا إذا كان هذا النزيف بصفة دائمة لا ينقطع أبدا، فهو مثل الحدث الدائم ومثل سلس البول، يتوضأ عند ما يريد الصلاة ويصلي ولو نزل منه شيء وقت الصلاة، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. أما إذا كان هذا النزيف إنما يأتي في فترة في فترات متقطعة فإنه يبطل الوضوء ويبطل الصلاة، فعليه أنه يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. نعم.